ممتاز كان والله. واحدة وسبعين صوت لإلك نهى. أنا طارق محمد، عمري 26 سنة وجاي من تونس. الظروف اللي خلتني نقص على الدراسة متاعي خلتني يعني يصير عندي تحدي لنربح الجائزة في البرنامج، نكمل في مجال الحقوق ونكون إن شاء الله محامي كبير في تونس. إذا عجبكم صوتي وأدائي في برنامج المريز، تحبوا ترجعوا تشوفوني في النهائيات باش نرجع نفس على الجائزة الكبرى اللي هي نص مليون دولار. أنا في حاجة صوتكم، في حاجة دعمكم. اللي بجمالك ما لقيت أبدا، ما بهو أبدا لك روحي أبدا. أحسنت بالأداء متاعك والله. شكرا. واو، 57 صوت غسان. أنا اسمي ياسين الخالدي، 21 سنة من المغرب. العائلة ديالي رافضة هاد الفكرة ديال أنني نغني، وأنا دابا جاي لهاد البرنامج باش نحصد داكشي اللي تعبت وداك المجهود كامل اللي بذلته. اللي كانكم ترجعوني نتوما بالتصويت ديالكم صوتوا لي. شكرا. أنا سبتك وأنت مني ندمانة للنهاردة. نهى غنت بإحساس، اختيار الأغنية كان موفق لها. 62 صوت لغسان. نهى حافظ من مصر، عندي 22 سنة، أنا مغتربة قاعدة في القاهرة لوحدي. هيكون الفن سبب إني أقرب منهم تاني، أجيب بيت كبير وأعيش معاهم تاني في القاهرة. يا ريت تدعموني بصوتكم وتدوني فرصة إني أشارك في النهائي. لإعادة المشترك المفضل لديك إلى المسابقة، أرسل رقمه عبر رسالة SMS أو اتصل على أحد الأرقام الدولية